قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى مجلس وزير الداخلية بالرفاع، معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، حيث قدم جلالته التعازي والمواساة إلى معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة وأشقاء وأبناء الشيخ عبد الله بن سلمان بن أحمد بن محمد بن عيسى آل خليفة رحمه الله، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ومن جانبهم أعرب أشقاء وأبناء الفقيد عن عميق الشكر والتقدير والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة على مشاعر جلالته الطيبة النبيلة بتقديم التعازي بوفاة فقيدهم رحمه الله، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمتعه بوافر الصحة والسعادة وأن يديمه عزا وذخرا وسندا لمملكة البحرين وشعبها العزيز، وأن يحقق للمملكة المزيد من الرفعة والرخاء والتقدم.